يتجدد معكم مشاهدين الأعزاء لقاؤنا الأسبوعي، ونبدأه بأبرز العناوين. مركز سيدة السلام يقيم إفطاراً رمضانياً لذوي الاحتياجات الخاصة. نورسات الأردن تزور كنيسة حاملات الطيب في الصل. محاضرة روحية حول خدمة سبت الراقدين. أهلاً بكم. تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لرعاية شؤون الأشخاص المعاقين، أقامت اللجنة المسيحية الإسلامية لمركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة الإفطار الرمضاني السنوي بمشاركة واسعة من المدعوين. إلى المزيد. تجسيداً لأواصر المحبة والإخاء والمودة والتراحم بين أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، أقيم هذا الحفل الرمضاني في مركز سيدة السلام بحضور مندوب سمو الأمير مرعد بن راعد وسيادة المطران وليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، وغبطة البطريرك فؤاد الأطوال، والمطران سليم الصايغ، والمونسنيور روبرتو كونا القائم بأعمال السفارة البابوية في عمان، ولفيف من الشخصيات الرسمية والعامة، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والراهبات من مختلف الكنائس. كما حضر الإفطار الذي أقيم بدعم من السيد أكرم كريم فارس القبر المقدس جموع كبيرة من المدعوين ومنتسبي المركز وذويهم القادمين من مختلف محافظات المملكة. وأكد المطران الشوملي أن مثل هذه اللقاءات هي تعبير عن الإحساس بالوحدة والمواطنة الصادقة والإيمان المشترك بين كافة قطاعات المجتمع الأردني، كما هي إعلان للعالم بأننا في الأردن شعب واحد منسوج من قيم عظيمة ومشتركة. سبحان الذي فرض الصيام على كل في كل الديانات، ما يجمعنا مسلمين ومسيحيين هو الصيام، ولو اختلفت أشكاله وأزمانه لكن أهداف الصيام تبقى واحدة. ونحن عندما نقيم حفلة إفطار هي فعل تقدير لإخوتنا الصائمين، ولكن أيضا هي إعلاء لأهداف الصوم المباركة التي تجمعنا، وهي طاعة الله، إرضاء وجهه، الكفارة عن الإثم والخطيئة، ضبط الأهواء، وأيضا يوجد ناحية اجتماعية في الصوم. الناس الذي الصائمون يعطون صدقة وزكاة للفقراء، يفكرون بغيرهم، وأيضا يوجد واجبات اجتماعية، الأصدقاء يدعون أصدقائهم لكي يمضوا سهرة روحية أيضا حول مائدة الطعام. فالهدف الواقع مش الطعام بذات بحد ذاته بقدر ما هو الجلوس معا والتحدث والتآنس والمودة. ونحن بحاجة في هذه الأيام الصعبة الذي يكثر فيها التعصب الديني أن نؤكد للعالم بأننا شعب واحد لنا قيم مشتركة، وهذه القيم نجسدها من خلال هذا الإفطار المبارك. وبعد تناول طعام الإفطار رحب الأب شوقي بطريان مدير عام مركز سيدة السلام بجموع الحاضرين، لافتا إلى أن هذا اللقاء هو خير دليل على أن ما يجري في العالم من تعكير وحوادث مؤسفة هو بعيد كل البعد عن الصورة الحقيقية المشرفة التي نعيشها في أردن الخير والعطاء والنموذج في العيش المشترك. وما مركز سيدة السلام هذا إلا المثال الحي للتآلف والتضامن وروح المحبة الذي يجتمع تحت أظلاله شريحة من أبناء الأردن ممن شاءت الإرادة الإلهية أن تمتحنهم بإعاقات جسدية، فأخذنا على عاتقنا أن نكون لهم الأيدي الحانية فنخدمهم بمحبة وتفان وإخلاص. ودون منة فهم في نظرنا بمثابة الزهور في حديقة أردننا الغالي. وفي الحق أننا عندما نقوم بهذا العمل خالصاً لوجه الله ولإرضاء ضمائرنا فإننا نجد سروراً وفرحاً وقيمة لحياتنا ولعملنا معهم. يمتاز هذا الشهر الفضيل بالصوم والعبادة وأعمال البر والتقوى، والذي نلتمس ونعيش جوهره اليوم باجتماعنا معاً حول مائدة واحدة نتقاسم عليها آمالنا وأفراحنا وهمومنا
أيضا وتاريخنا الذي يوحدنا ويجعلنا أقوى، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها منطقتنا. وفي النهاية نشكر بشكل خاص قناة نورسات على التغطية الإعلامية. وأكد الحاضرون أن الوئام بين عموم أبناء الشعب الأردني هو متوارث تاريخيا ويقودنا دائما إلى حالة من التناغم المجتمعي الواحد، ولا يمكن أن يتأثر من هذا الفكر أو ذاك لا سمح الله. نحن نعيش حالة المواطنة الحقيقية في الأردن، وهذه متوارثة تاريخيا. قبل فترة اشتركت في ندوة حول أسبوع الوئام الديني في محافظة الكرك، وقلت أن هذا العنوان لا يليق أن يكون بالكرك. الوئام موجود في الكرك، وحالة الانسجام والتناغم بين مكونات المجتمع الكركي أو حتى على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية موجودة بشكل واضح وملموس. هذه الحالة التي نعيش تقودنا إلى أن حالة التناغم المجتمعي الأردني الواحد لا يمكن أن تتأثر بشكل طارئ لا سمح الله من هذا الفكر أو ذاك، وبالتالي سنقف جميعا كحائط صد أمام أي توجه يريد أن ينال من هذه الحالة التي نتمنى دوامها باستمرار. هذا العيش المشترك هو في أصل هذه العائلة الأردنية والأسرة الأردنية على اختلاف منابتها وأصولها وأديانها ومذاهبها وطوائفها. فالحمد لله رب العالمين، الكل يعطي لهذه الشعيرة ولهذا الشهر الكريم احترامه وتقديره، ونجتمع في هذا فقط لنؤكد يعني للأجيال القادمة. أما نحن فالحمد لله رب العالمين، ما بيننا هو أخوة وعيش مشترك ودائم ومستمر، ولكن لنؤكد للأجيال القادمة أننا على كذلك. طبعا أول شيء بيحكي رمضان كريم علينا وعليهم، ديننا دين التسامح، دين الإسلام، دين المسيحية، طبعا تعايش موجود، أشواء حلوة، ما في فرق لا بين مسلم ومسيحي طبعا بالأردن، هذا إشي معروف الحمد لله رب العالمين. وفي ختام الحفل قامت الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن بتوزيع الهدايا الرمزية على أطفال مركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يعرف أن هذا المركز التابع لمطرانية اللاتين في الأردن، ومنذ افتتاحه عام 2003 يقدم خدماته المجانية لذوي الاحتياجات الخاصة لكافة المواطنين الأردنيين دون استثناء. وبذات الشأن أقام رئيس نادي حي الأمير حسن النائب عمر قراقيش مأدبة إفطار للأيتام في عمان برعاية رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، وبحضور عدد من الوزراء والنواب والمسؤولين ووجهاء الحي وجمع غفير من المدعوين. نحن نلتقي هنا في كل سنة بدعوة من نادي الأمير حسن، وبدعوة من الإخوان أعضاء النادي وأصدقائهم وأحبائهم، وإن شاء الله يبقى هذا النادي مناراً لنا نجتمع كل سنة، وربما باستمرار حتى نبقى على اتصال ونبقى على هذا التكافل الذي يوفره لنا الزملاء والإخوة والأحباء. أكد النائب قراقيش على أهمية الدور الذي تقدمه الأندية في الجانب الاجتماعي، معربا عن شكره وتقديره لكافة الجهات الداعمة للعمل الخيري، لافتا أيضا إلى أن الشعب الأردني لا يتوانى دائما عن تقديم كل ما هو متاح بين يديه سواء لأشقائه أو أبناء وطنه، وهذا ما عودنا عليه الهاشميون في هذا البلد الطيب المعطاء. كما قدم شكره لمكتب نورسات الأردن على دعمه المتواصل للأنشطة الخيرية في المملكة. نشكر قناة نورسات على يعني هذه الاستضافة الطيبة. احنا في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان الفضيل تعودنا احنا في المملكة الأردنية، بلد الخيرين، بلد الأنصار والمهاجرين، بلد المحبة، بلد الهاشميين، على انه احنا دائما رسالتنا هي مزيد من التآلف والمحبة والتسامح. عادة مثل هذه اللقاءات هي الهدف منها هي مزيد من التواصل، مزيد من العلاقات الاجتماعية، إظهار إحنا كأردنيين متكاتفين متضامنين ما بيننا،
فقيرنا دائما هو جزء منا ومعنيين فيه ومعنيين بهمومه وشؤونه، وكذلك رأس الهرم عندنا دائما يوصي كافة المسؤولين بالاهتمام بالأسر الفقيرة والشرائح ذات الدخول المتدنية. في النادي احنا دائبنا كل عام منذ أكثر من حوالي 20 سنة على أنه نعمل مثل هذا الاحتفال السنوي، وبالذات في شهر رمضان لما فيه من خير وما فيه بركة. وجود الأشخاص الممثلين من خلال دولة الطاهر المصري وأصحاب المعالي والسعادة حقيقة جاء هو لإثبات بأنه كلنا إحنا بوتقة واحدة، كلنا قروب واحد، وكلنا عائلة واحدة، فيش فينا مسؤول فيش فينا سائل، كلنا في النهاية بنخدم الوطن، كل إنسان فينا بيأدي رسالته، كل إنسان فينا بيقدم ما عنده من أجل التخفيف عن الآخرين. همنا الوحيد هو الحفاظ على أمن الوطن، همنا الوحيد هو البقاء على نسيج الاجتماعي، على أنه إحنا أسرة واحدة وعائلة واحدة. إحنا دائما بنهتف وشعارنا بنقول إحنا كلنا أردنيين، كلنا من أجل الوطن، كلنا نحمي ونذود عن سياج الوطن، كلنا معنيين بأنه إحنا كلنا أسرة واحدة، معنيين بتكاتفنا وبتضامننا وبمحبتنا ومزيد من ترسيخ علاقاتنا الاجتماعية حتى تستمر عنوان رسالة الإسلام الحقيقي، الإسلام السمعة اللي هي الاعتدال والوسطية والمحبة والتسامح. هذا الشعب الأردني هذه هي دائما صفاته، دائما مضياف لكل الشعوب. يعتبر الأردن هو البلد الذي إذا جاء إليه أي إنسان من خارج الأردن يعتبر وكأنه من صميم الأردنيين، ولذلك تجد المحبة والألفة والتكافل الاجتماعي موجود، وبخاصة بيكون هذا شيء ظاهر وبوضوح ودائما هكذا، لكنه بوضوح أكثر في شهر رمضان. نعتز بهذا البلد وبقيادته الهاشمية، ونحن والمسيحيون إخوة متعايشين منذ عشرات السنين. رمضان الماضي أوقفنا سيارة في الكرك وكنا رايحين على عطوة، ولما وقفنا السيارة هاي ونقول خلينا نجلكوا على الطريق اللي بتنزل على تحت القصر، فالسيارة فيها خروف، ونزلت أشكرهم على أنهم دلون على الطريق، وجدت أنه في السيارة من الداخل صليب كبير. بقول طيب أنتم مسيحيين وتعزمون على الفطور، ونقول والله إحنا صايمين زيكم، فلذلك هذا غير مستبعد عن المجتمع الأردني. نظمت جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية لجنة مدارس الأحد والشبيبة الروحية محاضرة عن تفسير الخدم الخاصة بالراقدين بالتعاون مع اللجنة التنسيقية للشبيبة الأرثوذكسية، وذلك على مسرح المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في الشميساني. وقدم قدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش المحاضرة التي جاءت بعنوان لأن الحياة لي هي المسيح والموت ربح، شارحا فيها عدة مواضيع منها ما هو رأي الكتاب المقدس حول قيامة الراقدين ولماذا يوزع خبز الرحمة وطريقة عمله، مضيفا أن سبت الأموات أو بالأحرى سبت الراقدين تقيمه الكنيسة الأرثوذكسية تذكارا للراقدين على رجاء القيامة المجيدة مرتين في السنة، ويعرفان بسبت الأموات، الأول يقع قبل أحد مرفع اللحم، والثاني وهو السبت الذي يسبق أحد العنصرة مباشرة. كما وعرض أيضا فيديو آخر لراهبات دير السيدة العذراء ينبوع الحياة في دبين، يشرحن فيه طريقة تحضير خبز الرحمة الذي يقام أيام الأحادي والصلاة الجنائزية عن راحة نفس المتوفى. أيها المخلص رحنا في سعادتك مع روح صديقنا الراقدين، وأنا الحياة المهبوط التي من عندك يا محبب بشير ليسنكر يا ليسنكر يا ليسنكر رب الإله نفوسا محبب صديقنا السلام علينا برحمة الإله ونحن السماء وفران خيام من المسيح الذي لا يموت ولا من المسيح الذي لا يموت ملكنا وإلى من نستهل إلى رب ربنا ونصوح إلى من رجاء من مجلد أيها المسيح إلهنا الحق يا من الذي له السلطان على الأحياء والأموات من أنه الإله قد قام لبر الأموات ليش تحددت الكنيسة أيام السبوت من أجل الصلاة لأجل الراقدين؟ أهمية القداس الإلهي
في الصلاة للراقدين الذكرانيات قديش تنفع الراقدين. واجبنا كمسيحيين الأحياء أن نصلي من أجل جسد المسيح الواحد من أجل الراقدين اللي هم أحياء أمام الله. وأخيرا تكلمنا عن الأشياء الغير مسيحية اللي بتتداولها بعض الناس، تقليل عدد الذكور في الأربعين، ولا الونيسة، ولا الذبح، الذبح الخروف، أو كل هاي الأشبه من هاي الأمور اللي هي عبارة عن أشياء وثنية اللي ما إلها دخل الكنيسة، زيارة المقابر والقبور، كل هاي الأمور الكنيسة بريئة منها، ولكن هي صارت إشي بين الشعب والكنيسة بتحاربها حتى يرجع الفكر الروحي للناس فقط يصلوا من أجل الراقد لأنه بحاجة لهم. لو الراقد بيقدر يصحى ويحكي إشي واحد صلوا لي. ربنا يرحم جميع الراقدين، ربنا يعطيهم التعزية بروح القدوس، أمين. الله يقويكم، شكرا دايما لنون سات اللي هي دايما معنا في كل، بتواكب كل محاضرة أو كل عمل روحي من أجل نقل البشارة لكل العالم، أمين. تعتبر كنيسة حاملات الطيب لرعية الروم الكاثوليك في السلط من الكنائس التي تلتقي فيها كافة الرعاية في المدينة بمختلف مناسباتهم الدينية والاجتماعية والإنسانية، حيث تعد بمثابة ديوان لمعظم أهالي السلط، إضافة إلى دورها الكنسي المعهود، وقد سميت بهذا الاسم إكراما للمرأة المسيحية. نور سعد زارت الكنيسة وعدت التقرير التالي. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في استجابة لرغبة كاهن رعية الروم الكاثوليك في السلط الأرشمندريت حكمة حدادين للوقوف على احتياجات الرعية، زار المدينة في وقت سابق المطران جورج لينغوا السفير البابوي في الأردن آنذاك، وتبادل الحديث معا حول ضرورة إقامة كنيسة ثانية للرعية في هذا المكان الذي يشتمل على مغارة مسيحية تاريخية. أمر المطران جورج بتشكيل لجنة لجمع التبرعات من كافة المحسنين في الأردن ومن رعية الروم الكاثوليك في السلط على وجه الخصوص. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. وبالفعل تم جمع المال وبوشر في بناء الكنيسة في هذه المنطقة المسمى بأم عطية، إضافة إلى كنيستهم الأولى سيدة البشارة للروم الكاثوليك الواقعة في شارع الميدان. هذه الكنيسة الجديدة رغم حداثتها إلا أن مكانها يعد من المواقع التاريخية في مدينة السلط. أنت هي فلك روح، ملجأ لكل الخطى. الآن إحنا في منطقة أم عطية، هذه المنطقة هي أول ما بدأنا كنيستنا في السلط، لأنها كانت منطقة القبور للروم الكاثوليك، لطائفة الروم الكاثوليك، لأنه بالسلط في للاتين في مقبرة، للروم في مقبرة، وفي روم الكاثوليك مقبرة، والبروتستانت في مقبرة. إذن هذا الملك تابع لكنيسة الروم الكاثوليك، فلذلك كان في هنا مغارة كان يضع فيها
الأطفال، مشان الأطفال الميتين يضعوه في هذه المغارة. بعدين جاء أبونا معين وفكر إنه يعمل من المغارة إشي كويس جدا، نظف المغارة ورتب أمورها، وقام كل العفش اللي فيها من خشب من توابيت من كلام نظفها، وبعدين انتقل من هنا إلى مادبة. أبونا معين مهد لي الطريق، جئت أنا على هذا المكان مهيئ الطريق. الآن قلت أنا نعمل كنيسة، عزمت السفير البابوي لانجوين، مسنيور لانجوين، عزمته على الصلب، شاف انه بحاجة الى باركينج وبحاجة الى كنيسة لا غير كنيسة البلد، فلذلك اعطاني الضوء الاخضر ان نعمل هنا كنيسة. وبعد تدشينها على يد المطران ياسر العياش في 19 من شهر كانون أول لعام 2014، أصبحت كنيسة حاملات الطيب في السلط جاهزة لإقامة الصلوات والقداديس الدينية وإحياء المناسبات المختلفة لكافة أبناء الرعاية المحسنين في المنطقة. دشنا صاحب السيادة المطران ياسر عياش ب 14 أو 19 12 2014، وكان احتفال جميل جدا بحضور السفير البابوي المونسنيور لانجوين الذي هو تبرع لبناء هذه الكنيسة، وكان الاحتفال يحضره جميع الطوائف المسيحية بالسلطة وحتى رئيس البلدية وبعض من رجالات الإخوان الإسلام حضروا الاحتفال وأعضاء البلدية. والآن جميع السواح اللي بيجوا على الصلب يوجد مفتاح لهذا الكنيسة بالبلدية، ساعة إذن برجوهم أيضا هذا المكان أصبح مكان محط للسواح. وحقيقة كما ترون هذا المكان يحتفظ بطابعه الخاص، ما أدخلنا عليه إلا بس المقدم الكنيسة المدخل، ولكن كمغارة بكت كمغارة فقط نظفناها بالرمل، ولكن تضاريس المغارة هي هي وجمالها هو هو. وجدنا هنا أولا كتب قديمة اللي كانوا يصلوا فيها موجود عندي العلن تحت، بعدين ورسائل، بعض الرسائل بالخط اليد، رسائل الأب سمور، وخصوصا أيضا سجل العماد القديم اللي بذكر من تعمد أول ناس بهذه الكنيسة بهذا المغارة بعدين بالكنيسة تحتها. هذه حقيقة عندنا ما زال هذه موجودة في الخزائن الكنيسة. في تعاليمك المضيئة أنت سراج طريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع وأوضح الأب حدادين أن سبب تسمية هذه الكنيسة بحاملات الطيب جاء إكراماً لنساء السلط المسيحيات لما لهن من فضل كبير في إعداد جيل واع من الأبناء قادر على حمل رسالة السيد المسيح وماض في خدمة وطنه بأمانة وإخلاص. سمينا هذه الكنيسة حاملات الطيب لأن أول ما زاروا يسوع المسيح وهو القبر حاملات الطيب، وإذا هن أخذن البشرى أن يسوع المسيح قام. وهناك مقبرة
من يأتي إلى المقبرة أكثر شيء هن النسوة. فلذلك إكراما لأمهاتنا وللنسوة سميناها بحاملات الطيب. عندنا هناك على يميني حاليا مغارة صغيرة كانت هي من المغارة. هنا المختار رامن شوات قال لي أبونا هذا بدي أعمله مزار كبيت لحم يكون فيه أجسام مجسمة تذكرنا بطفل المغارة والعائلة المقدسة والمجوس. فحقيقة المختار رامن شوات تبرع بكل ما يلزم للمغارة وهندسة هو وعملنا حقيقة هذا المزار داخل المغارة الكبيرة. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق ملجأي في كل ضيق. بتنظيم من مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء عقدت جلسة حوارية تشاورية حول إحدى مواد قانون العقوبات وأثر تطبيق أو إلغاء أو تعديل هذه المادة على المرأة والأسرة والمجتمع. وقال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة خلال افتتاحه الجلسة بمشاركة جهات عديدة إن الأردن تميز باعتماد الشراكة المستدامة والحوار الموضوعي بين كافة السلطات حيال منظومة حقوق الإنسان، وأصبحت الشراكة الواعدة سمة من سمات الدولة الأردنية. وأجمع المشاركون من أعيان ونواب ومعنيين بحقوق الإنسان أن هذه المادة تخص المجتمع والدولة وعموم أفراد المجتمع، لافتين إلى ضرورة أن تحصل المرأة على كافة حقوقها بالتساوي مع الرجل، إضافة إلى تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية ليكون الأردن دولة مدنية بامتياز. نرتأينا في شهر رمضان المبارك أن نقيم هذه الفعالية لغايات يعني جمع كافة الأفكار والآراء والتمنيات حيال نص مادة في قانون العقوبات 308 من قانون العقوبات، وهذا حقيقة مادة يعني تمس الأسرة الأردنية، ولذلك كان لزاما علينا أن يعني ندعو كافة السلطات وكافة الجهات المختصة والمعنية بنص هذه المادة لهذه الفعالية الحوارية التشاورية التي ستخرج بتوصيات عديدة لا يوجد إقصاء بل حيادية كاملة بالتعاون مع الجميع. والحضور كان نوعيا كافة الأطراف من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والبرلمان والقطاع النقابات والهيئات والقطاع النسائي، كان حقيقة الحضور الكبير الذي حظي به هذا المنتدى هو يعني سمة من سمات المشهد الأردني الحضاري الراقي المبني على الحوار الهادف والبناء. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مركز سيدة السلام يقيم إفطاراً رمضانياً لذوي الاحتياجات الخاصة. نورسات الأردن تزور كنيسة حاملات الطيب في السلط. محاضرة روحية حول خدمة سبت الراقدين. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.